النهارده وصفة مكرونة بالسي فود، جمبري على كلاماري. تمام، بنسلق المكرونة زيت وملح. طبعا انا حطيت زيت قبل ما اصور، زيت وملح. المكرونة بتغلي، يعني كل كيس مكرونة بيبقى مكتوب عليه الوقت بتاعه، لان بتختلف نوع الدقيق، نوع الدقيق او السمولينا اللي معمول بيها يعني. تمام، فيعني ما بين 8 ما بين 8 ل 9 دقائق اقصى حاجة. والمكرونة يعني يبقى فيها مش مستوية قوي، لان الميزة في المكرونة لما تبقى مش يعني احنا المصريين بناكلها مستوية زيادة، اللي هي معجنة. لما بتعجن بالمكرونة بتخن، تلاقي الطلاينة بياكلوا مكرونة وبيتزا مش تخان، عشان المكرونة بتاعتهم بتبقى نص سوا الدنتي، بتقرش في البق. فاحنا اللي هنعمل ده ولا هنعمل، احنا هنعمل حاجة ايه في النص، لا هي مستوية خالص زي احنا ما تربينا في مصر، ولا هي برضو زي ما عندهم اللي هي الالدنتي. ايه، من 7 لـ8 دقايق سلق المكرونة. دي علبة انشوجة هنحطها معانا في الوصفة، بس هنقطعها صغير، هرجع لكم تاني لما اقطعها. المقادير بتاعتنا دول بصلتين، هاخد شوية للتقلية بتاعت المكرونة، وهاخد شوية للسي فود. ده كيس بيجي مجمد حسب بقى كل بلد فيها ايه، اتمنى يعني ان في بلاد كتيرة تسمعني يعني، او فريش يعني مفيش مشكلة. اي بقى حاجة عايز تحط معاها استاكوزا، عايز تحط معاها كابوريا، عايز تحط معاها اللي انت عايز تحط حط، هو كيس بيجي جاهز على بعض. ودي الانشوجة اللي احنا قطعناها، هيبقى في حاجة معينة للانشوجة، فهناخد نص البصلة يعني بصلتين، هناخد مثلا شوية هنا. تمام، هنحمر البصلة يعني، ولما الزيت هنا يسخن، لما الزيت يسخن هناخد النص التاني. مع ده لما تصفر شوية هننزل بمعلقة ثوم اللي هي بتاعت الشاي، علبة طماطم تشوب توميتو، طماطم مقطعة، وما يعادل معلقتين ونص شاي ملح، يعني معلقتين ونص بتوع شاي يتعايروا ملح، عشان ما ايه ما تفهموش ان انا هحط شاي على الاكل يعني، انا لسه شارب قهوة. نحمر اهو. تمام، عشان في حاجة بقى للانشوجة، علشان ما تبقاش في زفارة فيها، ففي حاجة كنا بنعملها احنا في المحل عندنا في صوص معين يعني، كان بيتعمل باللام الريش، بنعملها بالماش بوتيتو، وكان الصوص بتاعها فيه انشوجة. طبعا واحد من زمان هيقول لي سمك على لحمة تتهبل، اقول له اي والله زمان. هنا بنشوف الحلة التانية لو سخنت، لسه هو انا مولع غلط ولا ايه؟ لسه. تمام اهو، هاي البصلة اهي، تمام. لما برضو تصفر حبة نحط عليها السي فود. تمام، هنا هننزل بالانشوجة. انا عايز الانشوجة بقى ايه يعني تتحمر بقى، اكنك بتحمر حاجة على خفيف يعني، حاجة على خفيف كده، لان هي كل ما تتحمر كل ما هيبقى طعمها قوي. مع الانشوجة في الاخر هنحط ايه، معلقة الثوم بتاعتنا اهو، هو ثوم جاهز يعني. تمام، بنقلب، ثوم ما بياخدش حاجة خالص. تمام، انا في واحد هيقول لي او اي مشاهد يعني هيقول لي ليه ما عملتش الحاجة مع بعض،
اقول له ده فروزن هينزل ميه، فانا عايز ده يتحمر لوحده، ينزل اخلي الميه تتبخر هنا علشان ما يبقاش فيه ريحه حاجه زفاره او حاجه، بس لكن هما يتعاملوا على بعضه بس يعني مش هيبقى فيها ايه، مش هيبقى فيها تكنيك، هتبقى عاديه زي ما اي حد بيعملها. تمام اهي ده شكل البصله، بننزل بتتحمر وبننزل عليها بالعلبة الطماطم وشوية مية كمان من الكاتل، يعني نصها نصها كمان مية عشان ما تبقاش الطماطم طعمها يعني قوي. بنخفها بنخفها كمان اهو، نسيبها بقى ايه تتسبك يعني لوحدها، بنسيبها تتسبك. بنشوف البصلة التانية، بنقلب لما بتحمر يعني. بن البصلة كده يعني كويس عليها تدبل بس. تمام انا الهدف ان انا اضيع المية دي يعني تتبخر، يعني المية اللي هتنزل من هنا تتبخر، ما تبقاش في الصوص، ما تبقاش عشان ريحة الزفارة بس. اهو بننزل دي تمام، بنقلب بياخد بقى ايه يعني زي تشويحة كده، وبينزل المية بتاعته، على قد ما نزل المية بتاعته على قد ما هتتبخر، على قد ما هيبقى مفيش زفارة في الاكل. طبعا ممكن في الاخر بعد ما تحط الاتنين دول على بعض ممكن تجيب علبة تونة، بس التونة بتتعمل على البارد، التونة لما بتتعمل على السخن بتطلع زفارة مهما كانت جودتها. التونة اللي عايز يعمل مكرونة بالتونة نفس الكلام ده، بس التونة تبقى تفتح العلبة ومن على النار مش على النار، تطلعها من على النار وتفضيها وتقلب عشان ما تطلعش ريحة زفارة. لو احنا قربنا هنا الكاميرا هتلاقوا فيه مية، المية دي انا مش عايزها، فعشان كده انا ايه باخدها لوحدها، هرجع لكم تاني لما تكبس. المية ايه اللي انا قصدي عليها هنا، المية اللي انا قصدي عليها اللي انا مش عايزها في الاكلة، لان هو مجمد ففي مية، فالمية الحاجة لما بتجمدها بتبقى نسبة اللي ريحة الزفارة فيها، اسمحوا لي ريحة الزفارة اكتر من مرة يعني تمام، بتبان، فانا مش عايزها تبان، فعشان كده انا ايه مش عايز المية دي. المية دي بقى لما تختفي هرجع لكم تاني. هنا دي ناشفة اهي، يعني ايه برضو خلاص كده بيبقى ده الشكل بتاعها، مش هتطلع بقى زفارة. هنا بنرجع للتسبيكة بتاعتنا او التخديعة زمان وليالي زمان، بنحط مقدار ملح يعني رشة التانية تمام، بنقلب. طبعا احنا حطينا الملح قبل الايه الصلصة ايه يعني ما هتبقى يعني خلاص اتسبكت يعني عشان لما تتبخر، ومعلقة سكر تمام، معلقة سكر علشان طعم يعادل طعم الطماطم ما تبقاش حموضة زيادة يعني، وهو ده السر في اي حاجة حلوة يعني، اللي بيعمل مكرونة حلوة اكيد بيحط عليها سكر تمام. بننزل برضو بتشد شوية الصلصة، توابل بتاعتنا بابريكا اللي هو فلفل حلو اللي عايز يحط يعني، شوية زعتر، جوزة الطيب، وفلفل مجروش. الفلفل المجروش طعمه اعلى من الفلفل الناعم جدا تمام. بن خلاص الطماطم اهي اهي، طبعا البابريكا مش عايزه تنزل. واحد من المتابعين يقول لي إيه انا شايف ان المعلقه اتغيرت، اقول له جات لي اوامر ان انا ايه الم نفسي واعمل ايه بالمعلقه الخشب تمام. شويه خل اهو، حاجه بسيطه يعني، هرجعهم في البتاع اهو تمام. نزلنا بالخل، نزلنا بالسي فود تقليبه تمام، ننزل بالمكرونه لا
لحظة واحدة هجيب المكرونة واجي. بس هاخد تاكسي يعني على ما اجيب المكرونة. دعابات سمكة. سمكة مقلية. الدعابات طلعت في الآخر. أنا إن شاء الله عايز ال 30 مليون اللي بيتابعوني ما يتابعونيش تاني. بقلب بقلب تمام. بنقلب بقى ايه؟ بنطفي النار خالص وبنقلب من غير نار. طبعا التليفون كان هيقع عشان اللي بيصور واقف على كتفي، يعني مش واقف بيصور، يعني واخد بالك، واقف بيراقبني انا بعمل ايه، مش اسلوب تصوير، يعني حال بلسع نفسي وانا بشتغل، والتليفون كان هيقع في الحله، يعني الحله اللي حلتي بالتليفون اللي حلتي عشان اللي بيصور ايه يعني ايه هينط في الحله. عم ما تجيبينيش طبعا. خلاص كده كده الحاجه خلصت والف هنا وشف. شوف بقى ايه، بنلمع الشغل، بنلمع الشغل، يا اما تدي طعم ولمعه للمكرونه بزيت زيتون وده احسن طبعا، اللي ما عندوش زيت زيتون ممكن ايه اللي هو الصن فلاور رشه كده فوق، بجد بتدي طعم حلو جدا. تمام، بن ايه لحظه واحده هقدم لكم بقى ايه طبق. بنقدم وبتتقدم بألف هنا وشف، يعني مش هقعد 3 دقايق املى الطبق يعني خلاص، يعني اكيد كلكم عرفتوا يعني ان انتوا تملوا الطبق اهو. تمام، بس كده كده المكرونه خلصت بالسي فود. وصفه اي حد بجد يعملها ممكن يعملها احسن من كده، زي انا ما بقول ممكن يعملها احسن، لان في ناس كتيره بتعرف تطبخ وفي ناس كتيره بتطبخ احسن مني، بس للاسف هم مش عايزين يطبخوا. سلام عليكم.